في هذه الحلقة سنتعرف على ثعبان الأناكوندا الخضراء. هيا بنا. ثعبان الأناكوندا الخضراء والمعروف أيضا باسم الأناكوندا الشائعة هي نوع غير سام من الثعابين تعيش في أمريكا الجنوبية. الأناكوندا الخضراء هي أثقل وأطول ثعبان معروف على وجه الأرض، والاسم العلمي مشتق من اللغة اليونانية وهو ما يعني السباح الجيد. وتعود أحافير الأناكوندا إلى أواخر العصر الجليدي. الأناكوندا الخضراء هي الأثقل في العالم وواحدة من أطول الثعابين في العالم أيضا، حيث يصل طولها إلى أكثر من 5 أمتار، ويمكن أن يصل طول العينات الناضجة الأكثر شيوعا إلى 5 أمتار مع الإناث البالغات، ويبلغ متوسط الطول حوالي 4.5 أمتار. وعموما أكبر بكثير من الذكور والتي يبلغ متوسطها حوالي 3 أمتار، والأوزان غير مدروسة جيدا على الرغم من أنها تتراوح ما بين 30 إلى 70 كيلوغرام، وذلك في الثعبان البالغ. الأناكوندا هي أكبر ثعبان في الأمريكتين، وعلى الرغم من أنها أقصر قليلا من البيسون الشبكي إلا أنها ضخمة جدا. هناك تقارير عن الأناكوندا تشير إلى وجود بعض الأحجام يصل طولها إلى 11 مترا أو 12 مترا أو حتى أطول من ذلك، ولكن يجب مراعاة هذه الإدعاءات بحذر، حيث لم يتم إيداع عينات من هذه الأطوال في المتاحف وهناك لا يوجد دليل. بالتأكيد هناك مكافأة نقدية قدرها $50,000 متاحة لأي شخص يمكنه التقاط واحد يصل إلى 9 أمتار أو أكثر. هيا عزيزي المشاهد، إنها فرصة للحصول على مبلغ نقدي كبير، ولكن الحذر مطلوب. يتكون نمط اللون من خلفية زيتونية خضراء مغطاة ببقع سوداء على طول الجسم، والرأس رفيع مقارنة بالجسم، وعادة ما يكون مع شريط أصفر برتقالي مميز على كلا الجانبين، والعينان أعلى الرأس، مما يسمح للثعبان بالخروج من الماء أثناء السباحة دون تعريض جسده. موطن الأناكوندا الخضراء. توجد الأناكوندا في أمريكا الجنوبية شرق جبال الأنديز، وفي دول مثل كولومبيا وفنزويلا وغيانا والإكوادور وبيرو وبوليفيا والبرازيل وحتى جنوب باراغواي. وتعيش الأناكوندا في المستنقعات والجداول البطيئة الحركة، خاصة في الغابات الاستوائية المطيرة في حوض الأمازون. إنها ثقيلة وبطيئة على الأرض، لكنها خفيفة ورشيقة في الماء، وعيناها وفتحات أنفها فوق رأسها، مما يسمح لها بالاستلقاء تحسبا للفريسة، بينما تظل مغمورة بالكامل تقريبا في الماء. تميل الأناكوندا الليلية إلى قضاء معظم حياتها في الماء أو حوله، ولديها القدرة على الوصول إلى سرعات عالية عند السباحة، وتميل إلى الطفو تحت الماء مع أنفها فوق السطح. وعندما تمر الفريسة أو تتوقف عن الشرب تنقض عليها الأناكوندا، لا تأكلها أو تبترعها، ولكنها تلتف حولها بجسمها ثم تنقبض الأفعى حتى تخنق الفريسة. تأكل الأناكوندا الخضراء المائية في المقام الأول مجموعة متنوعة من الفرائس تقريبا أي شيء يمكنها التغلب عليه، بما في ذلك الأسماك والطيور ومجموعة متنوعة من الثدييات والزواحف الأخرى. قد تستهلك الأناكوندا الكبيرة بشكل خاص فريسة كبيرة مثل الغزلان. تشير العديد من القصص والأساطير المحلية إلى الأناكوندا الخضراء على أنها آكلة لحوم البشر، لكن القليل من الأدلة يدعم عدم وجود مثل هذا النشاط. ولكن كيف؟ لقد أرعبونا خلال الأفلام التي عرضوها علينا،
وهي تصور الأناكوندا على أنها حيوان مفترس يلتهم العديد من البشر. على كل، ربما يكون ذلك من خيال السينمائيين، ولكن يجب الحذر أيضا. تستخدم الأناكوندا الإنقباض لإخضاع فريستها، ومن المعروف أيضا أن الأناكوندا من الحيوانات العاشبة، ومعظم الحالات المسجلة تشمل أنثى أكبر تستهلك ذكرا أصغر حجما. وبينما السبب الدقيق لذلك غير مفهوم، يستشهد العلماء بالعديد من الاحتمالات، بما في ذلك ازدواج الشكل الجنسي الدرامي للأنواع. احتمال أن تتطلب الأناكوندا الخضراء تناول المزيد من الطعام بعد التكاثر للحفاظ على حمل طويل، ويوفر القريب ذكر للأنثى مصدرا انتهازيا للتغذية. تعيش الأناكوندا الخضراء بمفردها حتى موسم التزاوج، والذي يحدث خلال موسم الأمطار، ويمكن أن يستمر لعدة أشهر عادة من أبريل إلى مايو. وخلال هذا الوقت يجب على الذكور العثور على الإناث، هكذا دوما الذكر يبحث عن الأنثى. غالبا ما يجد العديد من ذكور الأناكوندا نفس الأنثى، وعلى الرغم من أن أكثر من ذكر قد لا يكون ضروريا، إلا أن هذا يؤدي إلى مجموعات غريبة يشار إليها باسم كرات التكاثر، حيث يتجمع ما يصل إلى 12 ذكرا حول نفس الأنثى ويحاولون التزاوج. يمكن للمجموعة البقاء في هذا الوضع لمدة أسبوعين إلى 4 أسابيع، وتعمل هذه الكرة كمباراة مصارعة بطيئة الحركة بين الذكور، حيث يقاتل كل واحد من أجل فرصة التزاوج مع الأنثى، وغالبا ما يكون المنتصر هو الأقوى والأكبر. ومع ذلك فإن الإناث أكبر جسديا وأقوى بكثير، وقد تقرر الاختيار من بين الذكور، ويحدث التودد والتزاوج بشكل حصري تقريبا في الماء. يتبع التزاوج فترة حمل من 6 إلى 7 أشهر، وهذا النوع عبارة عن نيماتودا، حيث تلد الإناث ثعابين صغيرة حية، وتتكون الصغار عادة من 20 إلى 40 ثعبانا، على الرغم من إمكانية إنتاج ما يصل إلى 100 ثعبان. وبعد ذلك عند الولادة قد تفقد الإناث ما يصل إلى نصف وزنها. يبلغ طول الأناكوندا حديث الولادة حوالي 70 إلى 80 سنتيمتر، ولا تتلقى رعاية الوالدين، ونظرا لصغر حجمها فإنها غالبا ما تقع فريسة للحيوانات الأخرى، وإذا نجت فإنها تنمو بسرعة حتى تصل إلى مرحلة النضج الجنسي في السنوات القليلة الأولى، وبعد ذلك يستمر معدل نموها بمعدل أبطأ. نرجو أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بحلقتنا، على وعد بجولة أخرى شيقة في عالم الحيوان.